مشاهدينا بنحييكم بهالحلقة الجديدة من برنامج رح نبقى سوا. مثل العادة رح نتابع كل التطورات على الساحة المحلية بدءا من ملف تشكيل الحكومة مرورا بالسجال والإشكال اللي كان صاير حول ملف التدقيق الجنائي وصولا إلى مبادرة ماكرون ومدى التوافق بين الفرنسيين والأمريكيين، بالإضافة طبعا إلى كل السجالات اللي صارت بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالساعات الماضية. كل هذه الملفات بصرنا أنه نطرحها الليلة على ضيفين. البداية مع السيدة لوري هايتيان الناشطة السياسية، أهلا وسهلا فيك. شكرا. الوزير السابق غسان عطالله منرحب فيك معنا. ولو ladies first، بس بدي بلش معك لأنه رد ناري قاسي جدا من التيار الوطني الحر اليوم على كلام سمير جعجع بالأمس. ليش رجعنا إلى مرحلة ما قبل اتفاق مع راب؟ الناس فكروا أنه صفحة الأحقاد طويت بيناتكم، ليش رجعت هيك ظهرت؟ ليش كل مرة بدنا ناخذ نسأل عن ردة الفعل؟ ما بدنا نسأل عن الفعل. خطاب ساعة مليء بالأحقاد، غرائز، فتن، إثارة نعرات، تعليق الناس ببعضها. ما سمعنا ولا كلمة عن الشهداء، يعني مناسبة ما انذكرت نهائيا. بالعكس استثمرنا بعض الشهداء اللي ما كنا معهم أساسا منيح، لا الشيخ بشير الله يرحمه ولا الشيخ رفيق الحريري، يعني استثمرناهم قد ما فينا بالخطاب. جربنا نضرب كل التفاهمات، كل أنواع التفاهمات، وبذات الوقت الناس بهيدا الظرف اليوم، بهيدا الوضع الاقتصادي، بهيدا الوضع المعيشي، بهيدا الوضع المزري، ناطرة من زعيم سياسي يجي يطرح حل، يطرح مشروع، يطرح خطة اقتصادية، ولا شيء ولا شيء. يعني أنا بعمري بعرفه، بس بقول أوقات منيح اللي عم يطلع تيعرف جديد، لأنه أنا بعرف أنا هو ما تغير. يعني هذا ب 88 بعده لليوم، زيت الخطاب، زيت الطريقة، زيت النكهة، زيت الأسلوب، زيت الكلام اللي فيه دايما هيك، يعني إثارة غرائز ونعرات وتخويف من الآخر وتخوين، وأنه انتبهوا في بعبع جاي عليكم، وأنه نحن بس والبقية كلياتهم لازم ننقض عليهم. يعني ما ولا شيء ولا شيء للأسف. يعني سنين مرقت، كبر بالعمر زاد الحقد بالخلاصة. غير هذا الشيء الوحيد اللي تغير بسمير جعجع من الثمانينات لليوم، منسوب حقد أعلى بس فقط. بس ما يعني راجع الخطاب كلياته بكل بند، ولا أي شيء. لا عم بنقول شو بدنا نعمل بالبلد لقدام، لا عم نقول كيف بدنا ندعم الناس، لا عم نقول كيف بدنا نوقف حد الناس، لا عم بالعكس عم نستغل انفجار، عم نستغل مآسي. يعني هو انطلاقا من موقفه، سؤالي انطلاقا من موقفه انه هو موجود بالمعارضة اليوم، مش من الطبيعي انه يجرب يستثمر يعني من خلال وجوده ويقدم المسؤولية عليكم انتم الموجودين بالسلطة؟ هذا مفهوم المعارضة السيء. هي المعارضة بتقدم مشروع افضل من السلطة تاني مرة تصير بالسلطة، هي مش عايشة كل حياتها بالمعارضة، هي موجودة تتفرجي بعض العيوب الموجودة بالسلطة وتعطي بديل عنه الأفضل، تتعطي صورة لقدام الناس تروح تنتخبها، مثل الثورة اللي نحن ناطرين أنه دايما تكون عم تقدم مشروع أفضل. صحيح. تقنع الناس مش بالمسبات، تقنع الناس بالمشاريع وبالإنجازات وبالإشياء اللي فيها تقدمها. وهيدا اللي عم نقوله فيكو، أنه نحن عم نقوله تعال أصير بالسلطة، هو يعني هو مش عارف هو شو بده. يعني هو حليف سعد الحريري بس ما بيصوت له، حليف سعد الحريري بس اول نهار صار بالسعوديه ثاني نهار انقلب عليه، حليف الاشتراكيه بس ما بيمشي معهم، حليف يعني هو مش حليف حدا، هو حليف دائما تجيش جماعته على المجهول. مشان هيك حليف معهم بس ما بيراعيهم. لك سيد نفسه هيدي بدها تكون مع الانسان من اوله، يعني بتخلق معه الاحرار ما بياخذوها لا ابر ولا اكل، احرار بتخلق معهم، هن بيخلقوا احرار، بس انه ما في يكون سيد نفسه وتاريخه مليء بالعمالة. يعني تاريخه من أول ما تعاطى سياسي وهو بيتعاطى دايماً عمالة خارجية، فهيدا الكلمة كتير كبيرة، يعني بدها أشخاص مختلفين تماماً. بدي أتابع معك بس هون لوري، بدي أسألك، امبارح كان عندكم شوي حصة من كلام رئيس حزب القوات اللبنانية بيقول نحن بي الثورة ونحن اللي عملنا الثورة وجير كل الثورة إلى القوات اللبنانية من بشير الجميل لليوم، ما انتعبتوا من هيدا الشيء؟
يعني هو طبعا صار في ردات فعل وشفتون على وسائل التواصل الاجتماعي انه ما كان في رضا على هذا الكلام، لانه من الاول كان كثير واضح الشعار اللي بتصور كل الاحزاب مش راضيه عليه اللي هو كلهم يعني كلهم، لانه بالنسبه للثوار اللي نزلوا والحركات المنبثقه اذا بدك من ثوره 17 تشرين بيعتبروا انه كل اللي كانوا بالسلطه في عليهم مسؤوليه للي وصلنا له، ان كان في تفاوت يعني اللي كان من 1990 غير ال 2005 غير اللي فات بعد ال 2005، ولكن كلهم كانوا رضيانين بهيدي اللعبه وفايتين فيها، فايتين فيها شيء بده يغير من جوا، شيء راضي باللعبه وفايت فيها على الاخر، ولكن في مسؤوليه. هلا انا بفهم كل العالم تجي وتستثمر او اذا بدك انه اللي عم نسميه نحن ركب يركب الموجه موجه تسكتر، لانه مثل ما قلت في سياسه عم ينشغل سياسه، فكل واحد كيف بيشوف انه بيستغلها بالسياسه لبكره يطلعوا بالاصوات وبالاقتراع، هيدا اللي عم يشتغلوا، عم ينشغل اليوم سياسه، فكل واحد كيف بيشوف كيف بده يشتغل سياسه تيكسب تأييد اكثر. ولكن اعتقد صار في وضوح من يعني بقلب الحراك اذا بدك او الثوار انه رافضين لكل مين شارك بالسلطه، يعني انه يكون يعتبر حاله حليف للثوار اذا بدك. هلا هو ولكن بذات الوقت كل الثوره بتحكي ذات هيدا النقطه، بس اول بدي اقول ثاني نقطه كمان، هو القوات اللبنانيه ما كانت مجرد حليف للثوره، بمحل شعرنا كلبنانيين انه انسرقت هيدي الثوره اللي كلنا بنتشارك معها بالاهداف والمطالب المحقه وراحت لمطرح ثاني، اليوم ما بتتحملوا هيدي المسؤوليه كمجموعات ضمن هذا الحراك اللي صار ب 17 تشرين، انكم ما نظفتوا انفسكم من الاحزاب اللي انتم بتقولوا انكم ضدها؟ ما هي تغربلت الامور والعالم كانت عم تعرف مين شو عم يعمل شو اهدافه، يعني مثل ما حضره الوزير عم يقول انه ما في كان يعني ما في اذا بدك جسم واحد بالثوره، لانه وقت نزلت العالم كل واحد حدا نزل لاسباب اقتصاديه، حدا نزل لاسباب سياسيه، كان في تنوع. شطارتنا هلا لانه اللي صار والخضه اللي صارت على الطريق، شطارتنا هلا نحن نشوف كيف اللي المجموعات اللي هي متجانسه مع بعضها كيف هي تعمل وحده حال وتنزل بكره تخوض انتخابات وتصير في انتخابات. لانه بدي اقول لك شغله، اول شيء في كثير صار في تحرك سياسي، يعني اللي كان اسمنا مجتمع مدني اليوم نحن متوجهين لنكون احزاب سياسيه منبثقه من الثوره، وهذا لازم يكون واضح، وبالتالي يمكن يكون في كذا مجموعه من المجموعات تتشكل تحت اطار واحد وهي تخوض الانتخابات بهذا الانسجام. مشان هيك مرحله هي كنت تحالف من مع احزاب كانت بالسلطه بالمرحله هلا بعدنا نحن عم بيصير على مراحل اللي عم بيصير انه الاحزاب اللي عم تتشكل الجديده عم تشتغل على نفسها من جوا، بذات الوقت في كثير وقت عم ينعطى لانه نتواصل مع الاخرين لنشكل هيدي الجبهه اللي بنعتبر انه لازم تكون جبهه موحده، نعم ولكن منسجمه. المواطن بعد بال 2022 لانه نحن مصرين يصير في انتخابات بال 2022، شفتي ليش نحن ضد انتخابات مبكره؟ كرمالهم تاخذوا وقتهم يحضروا حالهم 100%. لا لانا خوفي، لانه بما انه اليوم اجى موقف فيتو على الانتخابات المبكره، انا من الناس اللي ما بحب انه ضيع وقتي اكد انه لا بس انا لا بس انا لانه ما بحب ضيع وقتي بمعارك خسرانه. اليوم البلد ممسوك من حزب الله، حزب الله قال انه ما في انتخابات مبكره، انا ما بصر على هذا الموضوع لانه بكون عم ضيع جهدي هونيك، بس بدي صر على حط الفيتو ولا بس عفوا حزب الله اللي حط الفيتو على الانتخابات المبكره، ما بدي انتخابات ولا مبكرة. ولا معظم الافرقاء السياسيين رافضين الانتخابات، عدا انه اللي كنتوا انتم كحراك معولين على الخارج، عولتوا على ماكرون، عولتوا على الامريكي، اجى الامريكي هو نفسه قال لكم ما في انتخابات مبكره. يعني عولنا على الخارج يا ست، اليوم بالوضع اللي نحن فيه هيدي الجمله اكيد ما بتنطبق علينا. اللي إيه اليوم صحيح، بدي اسالك اليوم شو صار مع شنكر؟ اليوم لا، اليوم في طبقه سياسيه كلها ما اجتمعت وقت صار انفجار 4 آب، اجتمعت فقط وقت الرئيس ماكرون اجى على بيروت قال لهم شرفوا لعندي، عندي كلمتين بدي اقول لكم اياهم. وبالتالي اليوم ما في يجي حدا يتهمنا نحن انه نحن ناطرين الخارج تنتحرك على اساسه. نحن كل اللي عم نشتغله اليوم انه نحن عم نحاول نخلق هالاجواء، ومثل ما قلت لك لانه صار في فيتو على الانتخابات المبكره
نحن هدفنا انه بال 2022 يصير الانتخابات، لانه يا ستي تذكري 2009 صارت انتخابات بعد الدوحه، امتى رجعنا عملنا انتخابات؟ 2018 تسع سنين ما عملنا انتخابات تحت حجج. ايه بس نتذكر انه التيار الوطني الحر كان الوحيد اللي طعن بالتمديد لمجلس النواب بوقتها، واللي نزل على الشارع وحده. أوكي. يعني كمان هيدا ما بدنا ننسيها. إيه مش كانوا يعني كانوا انا عم بعطيك الصوره الصوره ما نروح اكثر من هيك. انه كمان انا بال 2022 بدي صر على هيدي الانتخابات، ولانه لازم تصير، لانه صحيح. حياتنا الديمقراطيه مش لازم صح. تتعطل، لانه كل ما عم نعطل حياتنا الديمقراطيه شو عم نعمل؟ عم نستنسب، عم نصير نخلق امور جديده، اطر جديده خارج الدستور، خارج اطار القانون، عم ننسى إيه نوصل لاخر شيء محل عم نشون عم نعركج عم يعني عم نعمل بلوكاج للنظام وشوف لليوم لوين وصلت. مشان هيك بدك تحكي شنكر هلا وتسألي لا 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 بدي كفي معك، لانه بس مش نحن اللي ناخذ اوامر من الخارج. عطيتي كذا فكره كثير مهمه، واكيد بدي اسالك عن شنكر. حضرتك من الناس اللي حضرتوا اللقاء عبر زوم مع ديفيد شنكر وحطوا لكم صورتكم تويتر السفاره الامريكيه ببيروت انكم التقيتوا معه. بدنا نسالك عن اجواء هذا اللقاء، انحكى كثير انكم خيبتوا له امله، خرجتوا محبطين من هذا اللقاء، كان في تانيب. بدي اسمع منك كل التفاصيل، بس خليني اخلص بالشق المتعلق بالقوات اللبنانيه. امبارح سمير جعجع بيقول عن اتفاق مع راب مطعون، انتم طعنتوا باتفاق مع راب، وهيدا خلينا نرجع نذكر كان يعني اساس الخلاف بيناتكم لما كنتم متفقين على قصص معينه بالدوله، جيتوا انتم اتهموكم القوات انكم نسفتوها. برجع رح اقول لك، ما في شيء بيعطي للناس صورة الحقيقة إلا تاريخ الإنسان. يعني ما فيك تروحي تنعتي شخص كل عمره خلوق ومهذب وكل شيء بفترة من الفترات تقولي هيدا إنسان ما بيسوى. تاريخه الناس تحكي عنه بيقول لك أكيد مغلطة. نحن طعنا بالحلف الرباعي، نحن طعنا بقانون الأرثوذكسي، نحن طعنا بسعد الحريري بالسعودية، نحن طعنا بسد بسري من يومين كنا ماضيين وماشيين للاخر، هلا اخر شيء لقينا الشعبويه بتروح ضد السد فبنمشي. انسان معود عنده مشكله، يعني ما في يكون حليف حدا، ما بيقدر يعيش مع حدا. يعني كان ينقال انعزاليه، هيدي صوره شخص بحب يعيش هيك، بحب يعيش دائما حاطط جماعته مخوفهم من الاخرين، في عدو خارج جاي عليكم، انتبهوا لازم نضلنا مستعدين لنقاتل. احنا ما بدنا نقاتل حدا، نحن بالاساس مفهومنا هو التواصل، كيف نقدر نتواصل مع الناس، نتفاهم مع الناس، نعمل اتفاقات، نعمل تفاهمات، نعمل لقاءات، هو مفهومه كل نهار يخانق كل الناس ويقاتل كل الناس ويرتبط مع الخارج ضد مصالح كل الناس بلبنان. بيعتقد انه هو بارتباطه مع الخارج قد يصل الى السلطه في يوم ما. بالتسعين انخزل وخزل كل جماعته، يعني مشان هيك اليوم دمر حياته السياسيه كلياتها، كان اقوى الاقوياء بالمنطقه الشرقيه وعنده قوه ما حدا في يقرب عليه من وراء هيدي العلاقات الخارجية المشبوهة دائما. آخر شيء كان مكانه بالمكان الطبيعي، يعني لأنه عوقب على أعماله، يعني مش لأنه ظلم بمكان ما، هو عوقب على أعماله نتيجة ارتكاباته. فاليوم عم يتصرف ذات الشيء، يعني عم بجرب يعلق مع أي حدا برا بيعتقد أنه قوي قادر يوصله لمطرح معين، رح يرجع يخزل جماعته من أول وجديد وينخزل هو، لأنه مش هيك تصير الأمور. واضح يعني أنه معركة الرئاسة فتحت ولو بعد في سنتين بعيد أكثر من سنتين، بعيد عنا، يعني بتنفتح مع غير ناس بس معه بعيد عنا وبكير كتير. يعني بوجود قامة مثل الرئيس عون بأسرب عبدة، هيدا حلم الرئاسة يتركه آخر نهار بقى 24 ساعة بنحكي فيه تنشوف بوقتها شو بده يصير، بس بوجود مشان عم بأسرب عبده هذا الموضوع مش للبحث نهائيا. بس امبارح اذا عفوا على التعبير بالشارع المسيحي، ما نجح سمير جعجع انه دغدغ مشاعر المسيحيين لما بيحكي عن حزب الله، هالتحالف اللي جمعكم بحزب الله، كلنا بنعرف الحمله اللي صارت على الحزب باخر كم شهر، انه هو المسؤول عن وضعنا الاقتصادي، هو اللي خرب علاقاتنا، لما بيستعمل نفس المعزوفه وبيطل فيها، هذا الشيء ما بخسركم؟ رح اوصف لك احتفال امبارح هيك شوية الصوره تكون اوضح للناس. قدر قضى على كل الناس المختلفين عنه بحزبه، عدد الزعيف كان أعلى درجة زعيف لزعيم بأعلى منسوب مهرجان بالعالم، ما في حدا بزقف كلمة واحد حكي أربع كلمات إلا اللي كانوا موجودين. فأي إنسان كان قيمة مضافة لحزب القوات موجود بالقوات مأكد هلأ اليوم أنه بطل موجود، لأنه كل الموجودين هن جماعة زقيفة، شو ما حكي كانت الناس عم تزقف. فبتقولي لي هذا الخطاب شد، إيه الموجودين كانوا زقيفة، زقفوا على كل اربع كلمات كانوا عم بزقفوا، بس اللي قاعد بالبيت اليوم، نعم، اذا انا بدي اجي اقول له
انه في غول جاي عليك، ما هو اصلا جيعان، يعني هو اصلا يعني شو بتقدم وبتاخر معه اذا اجى الغول وهو قاعد بالبيت جيعان؟ فهيدا الانسان بده حل، صح، بده خارطه طريق اقتصاديه، بده يعرف مصرياته اللي بالبنك بده يظهرهم. سمعتي كلمه وحده انقالت عن مصاري المودعين؟ سمعتي كلمة واحدة نقالت كيف بدنا نجيب كهرباء؟ سمعتي كلمة واحدة نقالت كيف بدنا نسقي الناس؟ سمعتي كلمة واحدة كيف بدنا نرمم بيوت الناس؟ ولا كلمة هجوم على كل الناس بيعتقد انه لا، الناس مش هيك بدها. الناس اليوم اذا بتسمعنا عم نتخانق، بتسمعنا عم بنسب بعض، بتكرهنا كلنا، لانه بالاخر مش هيدا اللي بده اياه العالم. العالم اليوم بدها حلول لمشاكلها اللي عم تعيشها كل يوم، بدها تعرف مصرياتها بالبنك كيف، صحيح، معقول تساعدني فيها، بدها تعرف انا الازمه الاقتصاديه عم بمرق فيها كيف الحل تبعولها، بدها تعرف بعد كم سنه رح ارجع اتنشق انا ربيع هيك بهوا نظيف، بدها تعرف الاكل والشرب تبعول رح يندعم او لا. هلا كنا قبل دقيقتين شو كانت عم تسال المدام؟ بنزين بده يغلى او لا؟ ما فرقني معها، هيدا الخطاب امبارح ما بيجيب ناس، هيدا الخطاب بيجيب كراهيه، بيزيد اكثر احقاد، بربي اولاد على اكثر خوف ورعب، ما بدنا اياه. احنا بدنا نربي اولادنا على المحبه. بس تاخته هيدا الاخر اللي هو عم بيهاجمه، هيدا الاخر اللي هو عم بيهاجمه بعده معتقد انه فلسطيني بيكون مغلط، هيدا لبناني، هيدا لو مختلف معي بس هيدا ما في يكبه بالبحر، يعني ما في خبر جماعته انه انا هودي المجموعه بدي كبها بالبحر، هودي لبنانيه بس هوية وباسبور لبناني وبينتخبون لبنانيه وكل شيء، مختلفين عني، بدي اجرب اتفاهم انا وياهم. لافت انه قطعت فتره حيد الى حد ما، كان عم بيعمل لقاءات حزب الله، كان عم بجرب يعمل تحالفات امبارح على السقف كثير، كان عم بجرب ما بدهم يلتقوا فيه، اجى الرفض من الحزب من زمان، يعني هذه قلناها مرة الماضي، رفعوا هلا علينا دعوه. شو المطلوب على المباحث الجنائية؟ شو ايه على حلقة، على حلقة على قناة زميلي لألكن قلنا لهم انه بيطلبوا لقاءات مع الحزب والحزب مش قبلين، زعلوا راحوا قدموا دعوة. فهلا بنقول لهم لانه وقت الام تي في قلت لهم انا ما رح اقول الا ما يقدموا دعوة، فبما انه قدموا دعوة وهيدا هو السبب رح نقول لهم نص الخبرية انه اللي كان يطلب ويتصل بشكل دوري بالحاج وفيق صفا ويطلب مواعيد ويحاول يبني معه علاقة جيدة تيزيد التنسيق بين القوات وحزب الله لأكثر من وزير ونايب، وإجير رفض من الحاج وفيق، إذا بحبه بالدعوة لح يكون الحاج وفيق تيخبرهم مين اللي كان يعمل معه اتصالات. أوف معلق كتير، مش معلق. بما أنه هني استجابوا أنه بدهم يعملوا دعوة يتحملوا المسؤولية، أنا ما بحكي شيء ما عندي فيه يعني هيك بس ما فهمنا يعني. ليش الدعوة يعني؟ قال أنه أنا زعجتهم كتير، زعجتهم ما بعرف هني اساسا مع انه هني مع حريه التعبير وكل ما بيصير شغله بيطلعوا بيان، رفع عليهم دعوتين ثلاثه بوقتها كنت وزير، كان عندهم مسؤول اعلامي صراحه ما بتذكر شو اسمه، بس كان كل يومين يطلع يسبني يعني ما بعرف ليه يعني، حتى يبعثوا لي اياها يقولوا لي عم بسبك، قال لهم ماشي الحال، بس بالاخر المحامي قال انه ما بيسوى يعني، يعني كلام مبين يعني. مصر على معلوماتك انه كانوا عم بجربوا يلتقوا بحزب الله عبر الحج وفي صفا سمينا سمينا انه سمينا باقي الاسم الثاني، اذا قرروا يكفوا اسم الثاني بنعطيهم، بلا ما يكفوا اعطينا اياه، لا ما خليه. شوف على الاذاعه الثانيه قلنا لهم بس يرفعوا الدعوه بنقول الاسم، هلا بنقول لهم بس بدهم يكفوا بياخذوا الاسم ساعتها بقول لهم ياه المدعي العام. طيب بس القوات اللبنانيه ليش كانت عم تجرب تلتقي بحزب الله طالما هن على خلاف جذري معهم باستراتيجيا وبالداخل وبالخارج وعلى كل الملفات؟ ليش بدهم يجربوا يلتقوا؟ بقول لك كمان بوضوح كثير كبير، كراهيه للتيار الوطني الحر، عقدة نفسية عندهم يا اسم التيار الوطني الحر، بيعملوا كل حياتهم وكل سياستهم على الحقد، كرمال هيك رح يخسروا دائما، لأنه ولا مرة نحن كان همنا مثل كل شيء. تجي على وزارة بتقدم خطة بيروحوا بيعترض على الخطة، يا خيي طب أنت قدم خطة بوزارتك، شو بدك فيه أنا شو عم بقول وزارتي؟ إذا نجحت خطتي بكسب الناس، فشلت الناس أنت ليش ودك بالخبرية؟ هو عايش كل حياته يعاندك بس، لأنه ما في عنده رؤية، ما في عنده فكرة، ما في عنده إنجاز، ما في عنده إبداع، عنده يعرق لك كل النهار قاعد عم يشتغل فيك. قدام القضاء معاليك بهالدعوة؟ أنا أي متى الدعوة وأي متى؟ نهار الخميس الساعة 10، بس إنه أكيد إنه أنا بالآخر مواطن لبناني والقضاء بيحترمه، أي شيء علي أنا ما عندي مشكل، بالعكس إنه بكل محبة يعني. وقال لك بدنا نبني دولة، إذا بدنا كل واحد منا يبني دولته اللي بتخيلها يعني، وبدي أنا عن جد حيي إذا كل الثورة بتفكر بهالشكل بكون نحن عن جد عم نروح لبلد أفضل لقدام. خلينا نشوف شو عم بتفكر العقل الثورة. يعني هيدا العقل عن جد شو عم بفكر جزء من الثورة. أنا شخص بهالثورة كمالك عم بسألك إنه هل الكل هيك، لأنه في ناس منا يعني في ناس ما كانت عم تتعاون نهائيا ولا بشي، في ناس كانت عم بتخانق لتخانق، في ناس كانت عم بتقضي كل الوقت شتايم أكتر من إنه هيدا. هلأ هيدا اللغة لا بالعكس، هيدا اللغة كلنا بدنا إياها، كلنا بدنا نحكي
كيف بدنا نخلص بلدنا؟ بخلصوا جزء يعني اليوم ما حدا في يلغي الثاني، يعني حتى اذا اجت انتخابات وبانزه عالم واجوا الفرنسويه هن داروا الانتخابات وكل شيء، بالاخر الاحزاب رح ياخذوا جزء من البرلمان والمجتمع المدني رح ياخذ جزء، وبدنا نقعد جوا نتعاون، بدنا نقعد جوا كلنا نفكر كيف بدنا نعمل. عم تقولي مزبوط، عم تقولي مزبوط، بس بفتره من الفترات كنتوا عم بتقولوا انه هيدي كل هيدي السلطه خلصت ونحن هون وانتهت مزبوط. وخلص وقتها. هلا عم تقولي مزبوط على فكره انه لا، هيدي السلطه باركانها بالقوى السياسيه بعدها موجوده، وبعد في ناس الى جانب هذه القوى السياسيه، وقدركم اثنيناتكم تقعدوا على ذات الطاوله. شوفي، نحن مؤمنين بمؤسسات هالدوله اللي بنعتبر انه الطبقه السياسيه من خلال ممارستها للسلطه انه افشلت المؤسسات، ضعفت المؤسسات، استغلت المؤسسات لمآرب سياسيه تيضلوا مكمشين بالسلطه، اوكي؟ ولكن نحن مؤمنين بالمؤسسات ودور المؤسسات، ومؤمنين بالدوره الديمقراطيه اللي هي انتخابات، مش هيك؟ صحيح. مش بذات الوقت نحن شعارنا، يعني مش انا بدي انزل على انتخابات بكره ويسالني المواطن اللي بده ينتخبني انت شو بتقولي؟ انا بقول انه هذا النظام اصبح ما فيك بقى تعملي شيء فيه، يعني بلوكي، والدليل هن اكثر ناس تيار الوطني بضلوا يحكوا انه هيدي كلمه انه ما خلونا، لانه النظام صاير ما بقى فيك تديري. فنحن بنعتبر انه يا جماعه انتم خربطتوا هيدا النظام كلكم، يعني كلكم، ونحن بدنا نفوت لانه نحن عندنا رؤيه، لانه نحن مؤمنين بالدستور الى ما هنالك، هي خطتنا. تمام. ولكن كيف بقى نوصل لهيدا الشيء؟ بالطرق الديمقراطيه. أوكي. يعني انا ولا مره مؤمنه انه لازم يصير في انقلاب عسكري العسكر يحكمنا، لا لا ولا نحن مؤمنين بالانتخابات انه هي اللي بدها توصلنا لتغيير تنظيف هذا النظام. بس هم مش متفقين عليها داخل مجموعات الحراك، مش كلهم بيفكروا هيك. ليه؟ في منهم عم بيقولوا ايه نحن مع انقلاب وخليها تكون ثوره دم، واذا ما صار في دم ما رح نوصل لنتيجه. ايه يا ستي، ما هيك، ما هن انه مش هن كمان ناس كلهم سوا حكومات وحده وطنيه ومختلفين. يعني مثل ما قلت لي كان في كثير عالم الثورة وكل واحد بفكر بطريقة، ولكن عم قل لك التوجه هو على أنه يصير فيها تغربوا الكله، ويصير في أنه نتجه على الحياة الديمقراطية، أنه نزبط أمورنا لوحدة الانتخابات. بذات الوقت هذا ما بيمنع أنه يضل في ناس بالأرض يطالبوا باللي بدهم إياه، في حرية، في ديمقراطية بهالبلد. كل واحد بينزل بيعبر عن رأيه، طالما مؤمنين بالمسار الديمقراطي، طالما مؤمنين بالمسار الديمقراطي. نحن ننقص حياتنا الديمقراطية. نحن اليوم أمام مبادرة فرنسية، نحن اليوم بالأيام الأخيرة قبل تشكيل حكومة، نتأمل أنه تكون سريعة جدا. هلأ نسألك معنيك عن الأجواء الحكومية، أنتوا ليش ما بدكم تشاركوا بهذه الحكومة؟ ليش هذا الرفض دغري أول ما انطرحت أسماء، أو أول ما انطرحت فكرة مشاركة المجتمع المدني داخل هذه الحكومة؟ ما أنتوا بتعتبروا أنكم أنتوا صوت الناس، وعم تقولي ما فينا نغير لا بالقوة ولا بالإنقلاب. ليه ما بتفوتوا على هذه الحكومة وبيبلش المسار الديمقراطي بالتغيير؟ شوفي، الشيء اللي نحن بنعتبره مثلا، اللي دايما عم نقوله، نحن بنعتبر انه صار في حركه بالشارع اللي بتعتبر انه في علامات استفهام على شرعيه هذه الطبقه، ايه علامات استفهام، لانه وقت ينزل هالكميات العالم بتغيرات، يعني اوقات نزلوا ما بعرف قد ايه 200,000 300,000، اوقات نزلوا 2000 3000، ولكن في حركه بالشارع، في تململ، ففي علامات استفهام حول شرعيه هذه السلطه. اوكي، اول فكره انه هذه الحكومه من مين بدها تاخذ الثقه؟ من المجلس. من المجلس اللي نحن معتبرينه اليوم حتى مجلس مجرم كمان بعد اللي صار بالانفجار، اوكي؟ وبالتالي عندك خلل انه انت عم بدك تاخذي ثقتك بمجلس انت معتبرتيه اليوم عنده مشكل كثير عضوي فيه اساسي، بعدين انت بتعتبري انه بمجرد ما تمت التسميه بهالطريقه ومن مجموعه ناس نحن بنعتبرهم انه كمان في علامات استفهام حول طريقه ادارتهم لهالبلاد خلال 30 سنه، وبالتالي شو اللي بده يتغير؟ الوحيد اللي عم يتغير انه في اليوم الرئيس ماكرون جاي وعمل عليهم استاذ كلهم، اوكي؟ هيدا كمان بخليك اضاف شيء اضافه انه انت ما تفوت بحكومه سيادتها منقوصه، مش هيك؟
اف 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 شو لك هلا اذا عندنا فرصه اجنبيه عملها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للانقاذ بنطرح شعار سيادتنا منقوص طبعا اعتبريها اجى الامريكي عمل ذات الشيء بس بشو السياده شو كنت رح تعتبريها انت هون على الاو تي في مش سياده منقوصه ليش السياده مش منقوصه لما بتقعدوا مع شنكر لما السياده مش منقوصه لما بتقعدوا مع شنكر ويقال انكم انتم عم بحضركم كسلطه بديله عن حلفائه يقال ما عم بقول لي انا حريصه على التعابير حتى ما اكون انا بتهم يلا خليك عم بحضركم تكونوا سلطه بديله عن حلفائه اللي ما نجحوا يعني اليوم نحن قدام اللبنانيين في امر واقع كان لبنان منهار كنا رايحين الى سيناريو الفوضى اجت مبادره ماكرون رجعت وقفت الدوله انا يعني اللبنانيين بهمهم الدوله اخر همهم هلا الاحزاب والمجتمع المدني وقفت الدوله مفهوم الدوله انتوا عم تجوا تقولوا والله تحت شعار نقص السياده او ما بعرف انه نحن ما بنقعد معهم بس انتوا هيك مش عم بتفوتوا فرصه حقيقيه للانقاذ ليه ما في عندهم حدا تاني انقاذ ما هيدي حكومه مايكروويف انا عم سميها ريدي ميد عرفتي يعني ما بتشيل الاكل من البراد بتكوني عملتيها قبل بتحطيها بالمايكروويف بتسخن وبتاكليها ما بتكون طازه ايه يعني هيدك التركيبه كلها فرد مره نقوا رئيس الوزراء وفرد مره انه عنا بيان وزاري جاهز خالص مخلص اللي هو يمكن 3% من باقي الانجازات تبع حسان دياب ايه لحظه خليني رح واللي بدها تجي وعندها خطه عمل بدها تعملها اوكي انه هيدي ريدي ميد يعني عندها هالفتره 3 اشهر لانه بده يرجع الرئيس ماكرون لانه بهالفتره 3 اشهر واكيد مع اللي بيعرف اكثر مني بالتفاصيل الداخليه في انهيار تام حاصل بالبلد صحيح. وبالتالي بالنسبه للفرنسي الامريكان مشغول هلا خلص صار بغير مطرح اوكي والامريكان هو يمكن من النوع انه خليه ينهاره ما هو لانه عنده خطه هو بالنسبه له الاساس هو السياسه للامريكي انه اذا ما صار في انه مدخل سياسي عبره هو مثلا سلاح حزب الله والى ما هنالك مش حيمشي الحال كله ترقيع الفرنساوي عم بيقول يا جماعه هيدا رح يصير في انهيار اقتصادي تام لبنان الى زوال صحيح خلينا نجرب نحن عندنا كل هو بيعتبر رئيس ماكرون انه عنده كل الاوراق بايده يخلي يجبر هيدي الطبقه تلتزم بقصه بمصطفى اديب وتلتزم بهاي الورقه بالقليل بهالثلاث اشهر يعملوا اصلاحات جديه ما هون عنده هون شهر أوكي. اذا بكره تشهر اذا داخليا شهر ما قدرنا شهر اذا داخليا تجيب له المصاري اذا داخليا ما حدا الزم بعض القوى الفاسده تمشي بالاصلاح هيدا عنا اليوم شيء ما بيذكرك بالايام السوريين بس عنا اليوم ما بيذكرك بايام السوريين مش السوريين كانوا يفرضوا علينا عنا اليوم بس عنا اليوم رئيس فرصه للانقاذ من خلال غطاء خارجي هو رح يراقب هيدي الاصلاحات ومين بيعطيهم ثقة بركي نستفيد من وجود هيدا الغطاء تهالاصلاحات اللي عم نطالب فيها قلنا سنين مزبوط. تتطبق نجي بنقول لا ما بدنا ما عم اقول انا طيب لا ما بدنا انا عم اقول على غير صورة لا بس انا ما عم اقول ما بدنا ما عم اقول لا كتر خيره لانه عن جد واصلين لانهيار تام لو ما في هيدا الحكم اللي اسمه ماكرون كان ما حدا فرقاني معه اليوم طيب ليه ما إيه؟ سمعنا من رئيس الجمهوريه وقت عمل مبادرات عده وبدل ما ندخل كنا اجنبي على الدق وبلا هلا صار علينا نحن انه جبنا الاجنبي لا انا عم بحكي مع الكل يعني إيه؟ وقت رئيس الجمهوريه طلع حكى الثوار على الطرقات وحكى بقيت كل مكونات البلد كان في دعوة انه تعوا تنقعد نفكر شو بدنا نعمل بالبلد بس كان في ساعة ما كان عم بيجوا لعنده لانه اخذين قرار يقاطعوه والثوار كانوا عم بيسبوه يعني كان هونيك المشكلة وقتها ما كان عم بيقول لا بدي اجيب لكم اجنبي ولا بدي اجيب لكم سوري ولا جزرة وعصاي ولا كل الخبرية كان عم بيقول انا رئيس هيدي الجمهورية وانا شفت انه في مشكل وقال بكل وضوح انا شفتكم وعرفت وانا بعرف انه في مشكل وتعوا نحن وياكم تنشوف كيف بدنا نوصل لنتيجه لحل ما كنا اضطرينا نرجع نتذكر بذاكرتنا اللي انا عم تحكيني عن شيء اكيد بدغدغ لي كثير شعوري يعني اكيد انا الفرنساوي والسوري والكردي وكلهم بالنسبه لي اي انسان بيتدخل بلبنان هو تدخل اجنبي ما بحبزه ولا برغب فيه بس شو كان العمل لما نحن عملنا كل الشيء اللي بينعمل وبالاخر ما حدا بده يعني اليوم اذا بنلاحظ انه قررت الثوره فجاه انه بطلت بدها تنزل على الطريق انه ما بعرف بعد الاجتماع شو التوصيل إيه كلكم متفقين بس في مجموعه كبيره من الثوره طلعت وبين طلعوا بين واضحه انه خلص نحن نزلت الطريق ما استفدنا والمفارقه انه بعد لقاء شنكر تفضلي والمفارقه انه بعد اللقاء مع شنكر بدي رد تفضلي اول شيء اعتقد انه يعني الاكسبيريانس اللي عيشتها ماري كلود نجم
كانت انه اثبتت انه ما وقفنا نحن انه هيدا النظام فيه مشكل كثير كبير، اذا ما تغيرت اليات العمل فيه مين ما اجى. وماري كلود كانت عم تنزل على الشارع وكان عم بيعتبر الرئيس انه هي يمكن تكون قد تكون صوت من اصوات الثوره. شو صار فيها اخر شيء؟ فشلت. وحتى انه وقتها نزلت على الشارع الثوار رفضوها ورشقوها بالماء والى ما هنالك. فتعرف انه في مشكله اساسيه بالنظام، مين ما فات بهذا النظام اذا ما تغير النظام رح يتجعلك من بالنظام. ومش نحن اللي لانه رفضنا ندخل على السلطه على حكومه حسان دياب اجى الرئيس ماكرون، مش مزبوط. هيدي مشكله بيناتهم انتوا السلطه، يعني بين انه بس اركان السلطه. هو سالك عن لقاء مع رئيس الجمهوريه إيه؟ باول مصالح الحراك دعاكم الرئيس ليل نهار، كل التلفزيونات كانوا فاتحين الهواء لهالثوار يقولوا شو مطالبهم. يعني شو كان عارف رئيس الجمهوريه شو مطالبهم؟ شو كان مطالبهم؟ في وحده كانت ابنها بالحبس بدها تظهر. لا لا في واحد، لا انا عم بقول لك انا قاعد قدام التلفزيون واحضر. لا بس بال وفي طبعا الارهابيين اللي قتلوا الجيش اللبناني. طب شرب النحاس هيك كان عم يطالب؟ ما شرب القلي له خيي انت مميز، تعال نحكي نحن وياك. بس انا ما فيي كنت احكي مع كل واحد إيه جاي، في واحد انهد بيته، في واحد ظهر من الاجار. لتشوف انه معاناه العام ابسط بالمية ما عم بقول لانه النظام ما عم برأيك هودي مش موجودين بكل دول العالم؟ يعني بامريكا ما عندهم ناس فقيره وجعانه وتعبانه طبعا طبعا وعندهم ضمان من شل وعندهم بس عنده كمان حكومات تسعه. يعني انا مره وقت الانتخابات الديمقراطيه اذا عم بتصير كانت البرايمريز الديمقراطيه بامريكا كانوا قاعدين كل المرشحين عم يحكوا عن قصه الطبابه. إيه نحن هون دغري بنحكي عن اسرائيل ومدري مين وشل اسرائيل العدو حدنا واكيد لازم يكون عن موقف انه شو بدنا نحارب امريكا وبدنا نحارب مدري طواحين. انه بنطلع دغري بالعالي وقت مواطنينا ما عندهم ابسط الحقوق. هذا اللي عم بقول. بس عم بقول فكره انه مش لانه الثوار رفضوا التحاور مع الرئيس انه وصلنا لماكرون. ماكرون قصته انه خلص السيستم سكر ما بقى فينا وانتو قدر الناس بهذا الموضوع. اجا الرئيس ماكرون عنده فرصة هلأ 3 شهور لانه اساسا كنا رح نكون كومبليتلي متروكين لانه الامريكي مش فاضي. مدخل اقتصادي ماكرون قال السياسة بيجي بعدين. الامريكي عم بيقول انا السياسة بعدها بتهمني ولكن لن اعرقل ماكرون. ما عم بيقول لا بس لو كانت الثورة يعني عطت ما كان مطلوب منا يمكن كنا رحنا على الانقلاب بمجلس النواب وهيدا وكل شيء. بس انه ما قدرت عطت الثوره يا سيدي. بس ليش عم تحكي اليوم التيار الوطني الحر سبقكم؟ بس حكومه حسان دياب ليه سقطت؟ بس قبل ما نوصل لحكومه حسان دياب، لا حكومه حسان دياب ليه سقطت؟ هل سقطت لانه حست حالها مسؤوله على الانفجار؟ لا، لانه رئيس بري ما عجبه انه كيف بدهم يعملوا انتخابات مبكره. سقطت ب 24 ساعه. ليه ما كفوا بقيه النواب استقالاتهم؟ ليه ما كفوا؟ انا شو بعرفني؟ انا ما بحكي عنهم. انا عم بقول نحن هذا النظام بي الثوره امبارح قالكم انا بي الثوره. نحن اذا ما صار في تغيير بالمنهج وتغيير وعوده الى الكتاب اللي هو الدستور، لا اعتقد انه نحن لنا دور بهذا الشيء. مشان هيك لوين بنلجا نحن؟ نرجع على الانتخابات النيابية لأنه هونيك الحكم هو الشعب. أنا بلا تعيينات الوزارة رح نوصل لطروحات تغيير النظام كتير بدستورنا، لابد من تغيير بنظامنا لأنه وصلنا لحائط مسدود بعد كل التجارب الماضية ولازم نحن نروح على انتخابات تفرز ناس جديد. هيدا الكلام 100% بس عزيز. كل شيء بيكون بوقت الدستوري الطبيعي تما نصير عايشين بفوضى لأنه أكيد في ناس. بس خليني أسألك عن الانتخابات مبكرة بس ما شو حلفائكم قالوها خلص شنكر قالها بلقاء. شوف هلا انا ما بدي يكون تيم فرنسا او تيم امريكا. شنكر ما قال. خلينا نحكي عن شنكر تنوضح. خليني بس احكي شوي معه بالحكومه لانه حكيت وصفت لكم الحكومه اللي عم تحضروها حكومه مايكروويف ذات الطاقم. بس هالمره يعني خلصنا من رستم غزالي اجانا ايمانويل ماكرون. انا بدي زيد عليها حتى ما تفكرني انه بس بناقشها لها. بدي زيد عليها انه انتم اليوم كتيار وطني حر عم تتهموا انكم عم تحاولوا تسترجعوا نفوذكم داخل الحكومه ولا كانه صار انفجار 4 آب ولا كانه صارت انتفاضه 17 تشرين. عم نسمع بالصحف انه عندكم مطالب ومتمسكين بوزارات. شو صحه كل هالحديث؟ شوفي حدا بده يسترجع نفوذه بقلب الحكومه بيقول انه انا ما بدي شارك بالحكومه. نحن بنقول اذا ما كانت هيدي الحكومه عاطيه تصور واضح لانجازات واضحه وسريعه
وخطة واضحة بدها تشتغل عليها. نحن ما بدنا نكون بالحكومة، يعني ما حدا يعتل هم الوزارات يروحوا ياخذوهم كلياتهم، لأنه نحن ما بقى فينا نخوض تجارب فاشلة. نحن في تجارب فاشلة كتير مرقنا فيها، البلد ما بقى يحملها، ما بدنا نكون شركة بالمرحلة الجاية بالتجارب. أهم شيء عنا نشوف صورة بدها تعطيها هذه الحكومة تحسس الناس بشوية أمان على 4-5 أشهر أو على فترة زمنية معينة. إذا في هيدا الشيء إيه بنفوت بنساعد، بس من هلأ عم بقلك ما عنا ولا وزارة مساكين فيها، عنا ولا الطاقة ولا الخارجية ولا عنا خط هيك بيقول كلنا مثل بعض، بدكن الطاقة خدوه، بس ما فيكن تاخدوا الطاقة وتحافظوا على المالية. واضحة؟ يعني اللي بيسري على عليكم بيسري على غيركم، بيسري هيدا الطائف هيك بيقول. الطائف بيقول الوزارات ما إلها لا لون طائفي ولا مذهبي ولا حزبي. الوزارات هني بيتداوروا فيهم، لأنه بالآخر وصلنا لوزارات الأجهزة تبعولها مذهبية. يعني صار في عنا وزارات عندهم أجهزة أمنية، ذراع أمني لحزب معين، لأنه هو صار له بهيدي الوزارة عشرات السنين. أكيد ما فيك تبني دولة. طيب أنا اليوم عم بقول لك بكل وضوح حلفائكم السياسة هن اللي عم بيحولوا دول بين أي شيء. اليوم حلفائكم طلعوا، طلع فريق الرئيس نبيه بري اللي بفتكر علاقتكم فيه جيدة هيدي الفترة، وسط صمت كمان من حزب الله، ما وقف حدكم حتى بهذا الموضوع، وقالوا إنه المداورة ما بتمشي على وزارة المال لأنه في قصة التوقيع الثالث. لك في كتير أشياء أوقات بصير، يعني هيدا من ضمن شد الحبال ما قبل نهار الجمعة. يعني إذا بدك نحكي بالحكومة فبقول لك في عندك من هلا اليوم نحن التنين لآخر الجمعة، من هلا لآخر الجمعة رح تسمع كتير طلوع نزول طلوع نزول. آخر الجمعة إما بنروح على حكومة أسرع مما نتخيل، من أسرع الحكومات بلبنان، يعني خلال أيام أو بالماكسيموم أسابيع قليلة، وإما بنروح على الله يعلم إلى أين ذاهبون. يعني هودي الحل. هلا نحن بفترة، هلا بهيدي الفترة كل واحد في يقول بده إياه، في يقول أنا بدي أنا ما بدي. أنا عم بحكي عن حالنا كتيار وطني حر، لأننا مساكين بحقيبة، لأننا مساكين بالدخول إلى الحكومة، لأننا مساكين بشكل الحكومة. نحن عم بنقول أعطونا حكومة إنقاذية عندها برنامج محدد إصلاحية حاضرين نساعد فيها ونفوت فيها، بس ما ينطبق علينا ينطبق على الآخرين. ماذا ما حدا لو يحط علينا شروط؟ أوكي. وهيدا كلام واضح. ما ماذا لو سحبت الطاقة وزارة الطاقة منكم والخارجية حتى مثل ما عم ينحكى نعطيها عم للثورة. بتقولوا تعطوها للثورة؟ نعم. وأنا بقول لك من هلأ عظيم. أنا بقول لك من هلأ بترشح لوري مدام لوري 100%. عندها خبرتها وعندها مجهودها وعندها كل شيء إنه تصلح. إنه مش أول مرة على فكرة بينطرح اسمك أو لا، أو أنا غلطانة في أول مرة انطرح اسمك بأيام حكومة سعد الحريري ولا أنا غلطانة؟ مزبوط. بعد الانتخابات إن شاء الله بعد جمعتين تستقبليها معالي الوزيرة إن شاء الله. إن شاء الله. مهم تضل ترد علينا لأنه في بعض الوزراء بيصيروا وزراء ببطلوا. إنه بالآخر الحل بيكون من الداخل. نحن ضلنا 15 سنة هي مقتنعة، هي أنا مقتنعة بالتغيير بالأطر الديمقراطية والدستورية. كرمال هيك أنا بقول لك، ولكن أنا أجي وعلى وزارة ويكون في مين يقول لي شو أعمل وشو ما أعمل وممنوع أعمل هيك وممنوع، إنه كل الوزارات معاليك، أنت كنت وزير وبتعرف القصة، إنه وقت الشخص يفوت على الوزارة مسؤوليت أول شيء نظف بقلب الوزارة. إذا كل وزارة تنظفت لوحده حيسقط هذا النظام. بده يقدر ينظف الوزير، مشان بده ينظف الوزير لأنه بده يكون عندك حكومة عندها صلاحيات تشريعية قادرة هي تكون سيدة نفسها. ما عليه، ما نحن ظروف استثنائية اليوم، منا بظروف خاصة أنا أقول إنه بدنا نمشي بزنس أس جوجول، بدنا نعمل حكومة ضروري لأنه بدها تاخد الثقة من مجلس النيابة، سو لازم يكونوا مبسوطين فيهم وعارفين فيهم، أو بيصيروا هلأ مثل ما عم نحكي اختصاصيين مش مسيسين إلى ما هنالك. يعني عم نخترع كل يوم شيء لأنه النظام بطل ماشي. نظام بده حكم، إذا طلعت هيدا أسرع حكومة شو يعني؟ لأنه بدنا حكم خلص، لأنه بلا حكم ما فينا نرجع على التسعينات. يعني عم نرجع لورا بدل ما نقدم لقدام، وهيدي مشكلة. نحن ولا مرة معترضين، سو مش هيك ما فينا نفوت فيه. يعني ليش بدنا نفوت على مطرح ما في اشتغل من برا؟ صوتي بضل من برا قادره تشتغلي؟ هذا السؤال. من برا غير انه تعلي الصوت شو قادره تعملي؟ شوفي بالقليله اليوم بعرف هلا معالي مش حينبسط، سد بسري مثلا هو وحده من هالامور اللي بتقول انه وقت يكون ليش بديها تروح وزاره الطاقه يصير في انه الشغل وقت تشتغلي من برا انه بيعطي نتيجه انه توقفي سيستم
بس اللي معتبرينه انتصار، اللي معتبرينه انتصار هو كارثة للأهالي. وليد لا لا حرام، في شباب شوف انتوا عندكم، شوف انتوا عندكم كلوب، انتوا عندكم كلوب تبعكم كلوب السياسيين، نحن ما بنفهم عليه، نحن اللي قاعدين برا ما بنفهم عليه. بس مين اللي عمل الضغط والدفع والناس اللي على الأرض دفع شيء؟ هيدا الموضوع، هيدا الموضوع بس بلحظة. ما انا شفت قلت لك هيك، خلينا نعرف، فينا نترككم بس فينا نتركه لبعد البريك والله، لأنه عم يحقق شباب، الشباب يعني شباب الأماني ومثل رولان ايه حرام ايه حرام وحماية وحماية من الحزب الاشتراكي تضلكم لا مش حماية. بعدين اجى الحزب الاشتراكي يعني ما عليه، بعدين وقت زعل منكم مدري شو عملتوا له. بعد 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 لا لا يلا خلينا نروح لبريك، بنرجع من ورا بدنا نهنيهم لشباب السبسري اساسي، وما خلصنا بعد من الحكومه. بريك مشاهدينا، بنتابع من بعده ما تبقى من هذه الحلقه، خليكم معنا. عودة مشاهدينا لمتابعة حلقتنا لليلة، نرجع نرحب بضيوفنا سيدة لوري هايتيان الناشطة السياسية والوزير السابق غسان عطالله. انتهينا قبل ما ناخد البريك، كنا عم نحكي عن موضوع سد بصري، حضرتك معتبرتيه انتصار وإنجاز للثورة، معاليك معتبره أنه هيدا نكد سياسي وصلنا لهون. أول شيء خليني بلش معك تنشرح ليش انتصار أنه اليوم في أكثر من 1.5 مليون لبناني رح يحرموا من المياه كرمال يضلوا السد. طبعاً نحن إلى جانب الطبيعة والجمالية وما إلى ذلك، بس أنه بين الناس تعطش والحاجة للمياه هذا السد، وبين أنه نحافظ فقط على الطبيعة، خيارنا بيروح فقط بالنسبة للطبيعة. شوفي هلا الطبيعه مهمه كمان جزء اساسي، ما قلت لك إيه؟ بس في خيار يعني في إيه؟ في الأسوأ انه الناس عم تعطش، في 1.5 مليون لبناني كانوا رح يستفيدوا من مياه هذا السد. ده حتى بالطبيعه شو الحل؟ ايه لا خليني اقول يعني انه كمان ضروري انه مش انه الطبيعه والبيئه جزء اساسي، وفي احزاب بالعالم كلها احزاب الخضر اللي هن بيتكلوا على كل شيء خاصه بنظافه البيئه اللي حواليك، يعني البيئه بالبنط العريض يعني كان له شروط انه المطرح لما بينشال رح ينزرع على جوانب السد شجر. فوحده من المشاكل اللي كانت بتصور على اساسها، لانه انا ماني اختصاصيه السد ولا كنت انه ليل نهار عم تابع، بس هللت انه طبعا السد. طبعا طبعا تقول لي كلام اذا بكره كمان على الغاز والنفط رح نهلل اذا ما قدرنا نطلعهم. شوف خلينا هلا خليني بس انا اكون هون عن جد، عن جد تكون منصفه. انا مش عم بحكي، انا عارف شو عم يعني على العكس إيه؟ تماما إيه؟ كانت وقتها كان النكد السياسي في ناس ما بدهم غاز ونفط، بس اصحاب هودي يعني انا كانت لوري ترد علي يعني ايه يعني انا بنص دين الثوره كنت انزل على الساحات واحكي ضميري اللي كنت شوفه، يعني كان في ايجابيات كثير بموضوع غاز، وكنا نفسر يعني وقتها كان يقال انه صرنا بلد نفطي كنا نوضح انه يا جماعه روقوا، لانه اول شيء لازم يطلع الغاز بعدين. اوكي خلينا يعني نرجع على السد، خلينا نرجع على السد، لانه كقول لك انا مش اختصاصي السد ولا انه انا اللي كنت مستلمه او مستلم الملف، بس اللي صار بعد اليوم اللي صار انه في شباب كانوا انه وقفوا انه ضد هذا المشروع. اوكي يعني هذا حتى اللي كانوا هنيك مش اختصاص سد، هن مطربين. خلص على ما تقطش لي كل شوية. اللي صار انه لازم دائما تسمعي للمواطنين وللشعب، خاصه وقت يكون في هيك مشاريع بتاثر مباشره على الكوميونيتيز. هلا عم بحكي بالفكر العريض ايه، لانه ذات الشيء نحن بنعرف من النفط والغاز يعني بيكون في الببليك كونسلتيشن مع الشعوب، ونحن عندنا بنعرف كثير عندنا زملاء بامريكا اللاتينيه اوقات مشاريع توقف كلها لانه بيكون في كونسلتيشن والشعب ما قبل بالشروط وبالعروض. اليوم اللي بعرفه انه الورد بانك واحدة من الأسباب اللي وقف المشروع، غير الضغط الجماهيري وغير الضغط اللي صار قدام الورد بانك تيثبت، لأنه في كان خلل بالأثر البيئي، دراسات الأثر البيئي اعتبر أنه دراسة الأثر البيئي كانت ناقصة ما كانت مزبوطة، الشباب اللي كانوا عم يشتغلوا كان في منهم اختصاصيين كانوا عم يفرجوا غير موضوع، ولقطوا بعض الشوائب وطلعوا فيها ملف للورد بانك، والورد بانك شيء طلع منه شيء طلب من الحكومة تعمل
تعديلات مش هيك؟ واللي فهمنا منه الحكومة ما قدرت تعمل تعديلات وأوتوماتيكيا كمان وقف المشروع اليوم، وصار إنه هالمصريات يمكن أجدى اليوم لأنه نحن بوضع اقتصادي سيء إنه يروح لشيء آني أسرع، لأنه شفت إنك ما بتعرفي بالمشروع. أوكي. لا 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 أنا أكدت هلا إنه ما عندي. عم بقول لك شو أنا قريت بالأموال دفعت لأن لا أموال دفعت والتانية ما رح تجي للبنان، هو لأنه الورلد بانك قالت إنه أنا في أعطيكم المصاري لاحتياجاتكم الأخرى. أوكي بس قبل ما نوصل لهون سؤال، عندي سؤال وحضرتك خبيرة كمان بالشؤون السياسية، لو كان وليد جنبلاط إلى جانب هذا السد مثل موقفه الأولي كان نجح تحرككم أمام هذا السد وكنتوا اليوم قلتوا إيه نحن قدرنا نوقفه؟ بكل صراحة شوفي أنا ما بدي فوت بهدول السجلات السياسية، أنا اللي كل اللي عم قوله اليوم اللي صار ما بعرف إن كأحزاب كلهم شو كانوا طبخين، برجع بقول لك في كلاب سياسي نحن ما بنطبخ صغيرة، هي بس متعجلة لحظة هي ما بدها الطبخات، لا الكلاب السياسي برجع بقول لك أنا تفاصيل كل هدول المواضيع ما بعرفهم لأنه ماني مش اختصاصي، برجع بقول لأنه في ناس بيعملوا اختصاصهم كل شيء بيطلعوا بيحكوا، أنا مش اختصاصي هالموضوع، أنا بالبروسيجرز يعني وقت أنت ينطلب من الورلد بانك يطلب من الحكومة تعمل public consultation ما بتطلعي بتعملي برئاسة الحكومة وبتصيري بدك انت تقرري مين بده يفوت ما بده يفوت بكذا حجة ومنهم انه لأسباب أمنية لأنه هيدا مطرح الرئاسة واتسترا. لا اللي بتعملي public consultation بتروحي محل ما فيك توصلي لأكبر شريحة من العالم تتسمعينهم، بالنتيجة هيدول المواطنين حقهم، الأرض لقلهم، الأرض لقلهم مش الأرض الاستملاكات يعني الأرض لبنانيين مواطنين أرضهم. مشكلة في شخص بوقفه مشروع حيوي لملايين الناس، ما في بلد يعيش هيك بالدنيا، في أوقات استثناءات بلا بيكون قادرين يعملوها لهيدا الشغلة، هيدا مشروع قطع 60% دفع عليه مئات ملايين الدولارات، وصل لخواتيمه، في ناس قبضت مصاري عايشة صار لها 50 سنة بأستراليا اجت بس تبيع شقفة أرضها وتقبض مصاري وتفل كل هيدا صار، ما كان حدا منتبه انه في لا اثر بيئي ولا شيء، وهيدا ما عمل له اثر بيئي بس نكون واضحين، بس صار في شوائب بالاثر بيئي، ليه رجع انطلب انه عملوه وزبطوه عملوه ببليك كونسلتيشن؟ في يعني هو خلينا هو أوكي. طلب شغله وحده تقلك اياها بكل صراحه بالسياسه، تقلك ليش نكد سياسي، انطلب في متعهد بدنا اياه يستلم هيدا المشروع هيدا لانه خف شغله بالسعوديه وما عادوا عم بيعطوه مشاريع، سلموه هيدا المشروع وانا قلكم علي ضماني ولا واحد، هودي الصور بياخذوا معي 3 دقائق رشائين بالهواء بصيروا ببيوتهم بيمشي الحال، هيك بدنا هيك بدنا نسير دولة يا معاليك، هيدا انتم تفصفلوا بين بعض، ما فينا مشروع لا مثل اللي عم بيقولوا اساسا عم بيقولوا انه مش انتم اللي وقفتوا السد، النكد السياسة لأنه لا متعهد ما أخذوه هو اللي وقف هذا السد، استعملوكم يمكن استعملوا وجودكم كوقود إضافي، لقلك في شعب، في شعب بلبنان مش كل ما حدا عمل تحرك، بس هيدا الشعب كلنا عم ندعيه يعني أنا بقول عندي شعب وأنا شعبي، انت وقتها انت ما في مناصرينك وقتها يعملوا شيء بيكونوا انه هن فهمانين، وقتها الشعب تاني يعمل شيء تاني بيكون مش فهمان وعم يستغل، أنا عم بقول في مشروع في شباب وصبايا بنك الدولي بيجي بيعطينا 480 مليون دولار على سواد عيوننا بلبنان لأنه نحن والله عنا هيك يعني طلة حلوة، لو ما كان تعرفي كم صفحة هيدا المشروع 12 ألف صفحة تقدمت للبنك الدولي وقريهم تأخذ فيه النوت، وفي في في طلع دراسات أخرى بتثبت أنه في خلل بالدراسات اللي عملت، مهم اليوم هيدا درس لازم ناخده، أنا معاليك بس أقول لك أنه في دروس بدنا نستقيها، ما بدنا نبلش من اول وجديد، ما بدنا نبلش من اول وجديد، خلينا يصير في تشاركيه اكثر بهالمشاريع الانمائيه للمواطنين، مش كل شيء نبرمه للسياسه، انتم بتفهموا بين بعضكم لانه بتعرفوا اخباركم، بس بنروح على اختصاصيين يعني ما في اختصاصيين ما في اختصاصيين يعني معناتها ما رح نحل قصه النفايات بلبنان لانه في 30 واحد ما بدهم لا معامل ولا محارق ولا في لانه في مشكله ثقه، اوكي في بلد خلل كله ببين بهدول القصص، مش هيك انا
أمنيتي أمنيتي إنه كل هؤلاء اللي اليوم عم بتصير مش التيار الوطني ياخدوا بيرسونال، ياخدوا إنه هيدا فشل للتيار ولمشروع التيار، في بروسس جديد بده يصير في تعامل. بس أنا عندي سؤال، هيدا اللي بتمنى من التيار إنه يوصل لهالمطرح، إنه خلينا نتعلم من كل هؤلاء الأمور اللي عم بتصير. في اعتراضات شعبية بدنا نسمع لها، مش دايما بدنا نقول إنه لأنه جنبلاط وقف ضدي. بس بالإذن بالإذن هالكلمات مش حلوين. في شباب ليل ونهار قعدوا فوق أكلوا قتلوا قتلوا هول الشباب نفسهم اللي قتلوا من الناس اللي انتوا عم بتقولوا عنهم انه هلا داعمين هول الشباب نفسهم. في استملاكات اندفعت مدام لوري، في استملاكات اندفعت شباب قاعدين تحت ولناس قاعدين تحت رح يروحوا يضغطوا على المرجعيات السياسية اللي اليوم بتمون على الناس اللي قبضت الاستملاكات حتى ينردوا هودي الاستملاكات. لا يا ستي بدنا نفكر هلأ انه نحن قدام امر واقع، انه صار في دولة عندها كل هالاراضي، شو بدها تعمل فيهم؟ ما عم ينحكى انه هونيك في ثروه ان كانت تاريخيه ان كانت ثروه بيولوجيه. بس هيدا ما بيشربنا يا ستي، ما بيشربنا، بس فينا نضلنا نطلع منه أوكي. مصاري هيدا معليك شو اللي صار اليوم. لحظه خليني تفضل. لانه فينا نعمل فيه، هيدا صار هلا مرج الشعب، مرج الشعب، فخلينا نعرف نستفيد منه. اوكي مشروع انتوا عم بتقولوا انه هيدا بيشرب الناس، هلا وقف المشروع، ما بقى خلص نعلق عليه، خلينا نفكر بطريقه كرييتيف لقدام، خلينا خليه التيار الوطني. كيف بدينا ابن بيروت يطلع بس يدور حنفيته ما ينزل مي؟ لقلك شو لقلك شو هدول القصص السدود. قل له تعا تمشى بمرج، اول شيء هيك بتغير جو وبتروح بعنك في المرج، بيطلع لك مصاري بعلبك، ما عم تطلع مصاري للدوله، شيء كثير مهم. هيدا المرج عم نحكي بذات بذات اهميته، مليون ونص انسان وصلوا مي، قل له تعا تمشوا بالمرج. مزبوط، فينا نلاقي لهم حلول ثانيه، لانه اساسا في ناس عم بتقول انه كان بدنا نموت من المي اللي بدها تجي. 30 سنة توصلنا لهيدا الحل. ايه لا شفت ب 30 سنة صرنا 30 سنة ما عليك ب 30 سنة بنفكر ونفكر ونفكر. انت عارف انه هيدا المشروع كان بده ينعمل ب 30 سنة التكنولوجيا بتتغير، بالدمور ومطرح تاني بالدمور ومطرح تاني بعلمين وكلهم درسوا ولقينا انه ما وصلنا لنتيجة، وصلنا اخر شيء لهيدا المكان اللي كان انسب شيء وافق عليه البنك الدولي، ورحنا بالاستثمارات ورحنا بكل شيء، وللاسف كانوا كل هيدي القوى عم بهللوا له ومعتبرينه مشروعهم وحدا يقرب عليه وبدنا نشتغل فيه وكل شيء، وكلهم وظفوا فيه ناس وكلهم عملوا كل شيء، اخر شيء اجينا قلنا هلا بطل بدنا. هيدا ما بتندار هيك. شفت كيف الدوله عم تندار؟ يعني انت يعني من خلال كلامك عم بتقلنا انه كيف عم تندار الامور. نحن اليوم عنا لحظه تاريخيه، لك البلد منهار، صار عنا رئيس جمهوريه فرنسا هو بيقلنا امتى جاي امتى رايح كيف تشكل حكومتنا. خليها تكون هيدي لحظه انه نتوقف، إن ما بقى نعيد، ما بقى نعيد اغلاط الماضي. انا مش عم بقول لك لا، بس انا عم بقول لك من هلا وبالراي لازم هلا نلاقي لهم طريقه، لازم نلاقي لهم طريقه نتفتشوا على التمويل. مش على انا معك عرقلت الحلول، متعاون يعني على الحلول، ولكن في اسالكم متعاون على الحلول بس بلا فساد بلا فساد. مشان هيك تمنيه من الوطن الحر انه ما بقى تكون في انه كانه كل شيء عم يتوقف، لانه في شعب اوكي، في نص الشعب اللي منه مسيس مش فايت بهدول، ما بيعرف نازله بكل صدق. يعني هو الشباب تبع المرج اللي نزلوا بكل صدق لانه مؤمنين انه هالمرج بيطلع منه شيء اكثر من انه نعمل سد يمكن ما ينفضح وحده ما بكفي اوقات ستي، لانه تما تقولي عنهم انه عم يستغلوا ما عم يستغلوا كذا يمكن استغلاله. بس انا بدي اسالك معلش، الشعبويه اصعب شيء تقول الحقيقه، الشعبويه اسهل شيء. انا هيني كثير، شو جاي شو السد بده يشربني لإلي؟ ما انا مش اشرب منه، كنت اسهل شيء كنت انزل انا لتحت بحمل عليهم تيار وبرقص معهم وبدبك معهم كل ليله وجيب لهم موسيقى كمان، بس بالاخر بكون انا خسرت مشروع حياه. طيب شو رح تعملوا؟ اول شيء عندي سؤالين، انتم بالسياسه طلع النائب جورج عدوان واعتبر انه قلنا لكم ما رح يمشي السد وفينا بوعدنا، وكانه حققوا انتصار سياسي عليكم على اساس جبران باسيل هو بي هيدا السد او هن هيك بسموه. ذكرني وقت طلع على الشوف يحرر الشوف، يعني انه نحن طالعين ما تعتلوا هم، خليكم فوق واصلين لعندكم، يعني انه يعني هن هيك بيفكروا، هن بيعتبروا الانجاز انك تعرق لخدمه عامه، الانجاز انك توقفي مشروع كان ناجح، بس مش انك تعملي شيء، مش انك تبتكري شيء. يعني انا بقبل كنت ينقال هيدا السد عيوبه هودي، رح نعمل شيء ثاني هيدا هو، بس بيعطي حل للناس اللي هن ناطرين كانوا المي،
بقبل أوكي. لانه طبيعي نتناقش للافضل. هلا ما في حل، البحث عن مصدر تمويل اخر وقف خلاص، طار المشروع لانه عم نسمع عن وزاره الطاقه لا رح تنبش على مصدر تمويل، رح ترجع تراسل البنك الدولي، ما رح تخلص القصه هيك. هو هلا مفروض انت ما تقبلي مع البنك الدولي باللي تصرفوا معك، لانه هو متعهد معك انه يكمل معك هذا السد للاخر، وصل بالمشروع ل 60% منه، ما له حق بالكلام اللي قاله، اللي هو ما في ولا شيء علمي، هو قال شيلوا الناس اللي معترضين تكملكم المشروع، انه بظرف مثل اللي عم يمرق فيه لبنان كثير طلب بعض الامور اللي ما عملتها الحكومه بلا واللي رجعوا قدموا له 120 ورقه باكدوا له على الاثر البيئي وباكدوا له على كل شيء وقدموا له اياهم وما اجى اي جواب اعتراضي عليهم، بس هي المشكله كان اخر شيء انه نحن ما بدنا نتواجه مع الناس الموجودين، نحن بظرف البلد انفجار ودنيا ودنيا، اكيد ما حدا رح يروح يتواجه مع ناس موجودين أكيد. بس انه مش معناتها انه الحل انه نحرم هالقد عدد من الناس ونوقف مشروع مثل هيدا، هتعرفي قديش حتى له هيدا المشروع فايده لمنطقتنا، كان منطقه مثل الشوف قديش بتستفيد منه مشروع سد مثل هيدا بمنطقه ما كان فيها شيء، يعني منطقه اصلا يعني الحياه فيها شوي بعدها مش واضحة وقايمة كل شيء. بكرة عندكم مطرح مثل بعلبك. قدي منطقة جزين كانت رح تحيا من وراها، قدي هال خلص اوكي هلا في عندنا معنيك هلا صار في الدولة اللبنانية صار عندها أراضي اللي استملكتهم، في منهم زراعية ما طلعنا شفنا، وحتى الشباب كانوا وقت فاتوا وقت صارت قصة إنه لازم كلنا نزرع على البلاكين، صاروا الشباب يزرعوا صار في محصول هونيك، بدنا نفكر بطريقة كرياتيف، خلينا أو صار في هيدي الحملة والشباب تمكنوا برجع بصر يعني في زخم شبابي مواطني صار إنه توقف هذا المشروع، خلينا هلا نفكر هذا المرج كيف نستثمره بطريقة خلاقة تنقدر إنه نطلع من هونيك مصاري، إن كانت الأراضي اللي استملكتها الدولة إنه كيف بدها تستثمرها زراعة، ما عم نبكي كنا أوكي. من يومين يمكن اللي عم بتقولي صح إيه؟ لو عندنا هيدا اللوكس إنه نفتش على بلا هيدا اللوكس ما نحن شو عم نقول لا ستة مش عم نقول نحن بدنا نصير دولة اقتصاد منتج ان شاء الله. طيب ما هدول من القصص الارض الزراعيه بنرجع اذا عن جد هونيك كل الاثار الموجوده ما العالم تقتل حالها، الاوروبيين بفتشوا عن الاثار تيجوا يزوروا اماكن اثريه بس بتطلع منه مصاري. هو هدف كان السد نأمن احتياجات المي، كيف بدنا ما حلينا هالمشكلة خلينا نحل هالمشكلة بالأول لا هيدي بتجي اون باراليل هلا بنطلع مصاري من المرج من خلال كل هالاكتيفيتيز بتنعمل الاستثمارات اللي بتنعمل انه تنخلي هيدا موقع يكون اثري مثل ما هو تاريخيا كنيسة من أقدم الكنائس هونيك اتسترا يعني جامعة كثير كان في محافظة عليهم هودي الأمور إيه ستة محافظة بس مين كان سامع فيهم مين كان يطلع لفوق مين كان يطلع إذا هلأ بتصير تعملي مشاوير تطلع عليهم بدنا نفكر بطريقة خلاقة يا ولا يا مرة سيدي. كنا ضدهم إيه؟ هيدا المشروع لإلك شغلي بكل محبة خلينا نفكر فيه بهالطريقة أنا ما رح ناقشك بالغاز والنفط لأنه أنت خبيرة أكثر مني بس ولا أنا بدي ناقشك أنا عم ناقشك بالحلول حتى الكنيسة استثمرت من الشركة كيف بدنا ننقلها على مطرح لك رئيس البلدية كان بيحطها بأرضه تبيعهم أرضهم للعالم لهالدرجة كان في فساد بالقصة طيب شفت بس هو ذات اليوم راح يمضي هو ذات اليوم كان ماضي مع السد ليبيع هيدي هون ويحطها هون ويطلع مصاري لما اجيته التعليمي صار بدوش السد بس ما في شيء علمي في شيء خارج العلم نكد سياسي حرم الناس بتحمل مسؤوليتها طيب انت قبلينكت بمشروع يعني العالم تشرب مي كلها فساد يعني شو هي الفساد؟ شو؟ ما هذا كل اللي عم بتقوله شو الفساد؟ بده ينقل كان يحط الكنيسة ببلديته كان عم يعمل استثمارات ويستفيد من البنك الدولي لأنه يتبرع بمصاري طيب. هو عم يزبط وضعه كان بشكل معين يعني ايه هذا مش فساد؟ هو لا بس هلا بدنا ناكل عنب ولا بدنا نقتل النطور يعني بدنا ناكل عنب ولا بدنا نقتل النطور لا ستة لا أنا بدي أجيب مي بس مش بطريقة فاسدة أوكي بدي أمشي ما بدنا نغير النظام ستة مظبوط ما بدنا مش أنتم عم تحسسيني عمري 90 سنة ستة والله ستنا بدي امشي معك بذات المنطق بس اللي صار اليوم يا ريت وقف الفساد اللي صار اليوم هو زاد الفساد لانه الناس قبضت استملاكاتها ما الدولة صار عندها ارتاحت فيهم واخر شيء وقف السد وقف بالسياسة وقف من الناس اللي انتم عم تقولوا وقفنا لهم فسادهم يعني رجعتوا عملتوا لهم خدمة لنفس الاخر بس انا ما بدي تروح الحلقة كلها على السد العالم بدي اسألك عن شنكر مي نظيفة خالية من الفساد المهم ما نجي بعد 10 سنين يشربوا مي مسممة وفاسدة لا مي نظيفة مي نظيفة وبنجمعها حفاظا على المي ما بيصير في تكرير كمان لهيدي المي بحسب المشروع ونحن نعمل كهرباء كنا مظبوط كان على اساس في معمل كهرباء معملين مش معمل تننهي موضوع سد بسري لقاءكم بديفيد شنكر
أول شيء ليش ديفيد شنكر استثنى كل السياسيين عدا النواب المستقلين؟ ليش اختار ما كان بده يحكي قدام السياسيين الحكي اللي وجه لهم؟ اختار ليش اختار مجموعات من المجتمع المدني؟ ليش انحكى انه كان معول عليكم تكونوا سلطه بديله ولكن خذلتوه؟ مشان هيك كان في نوع من تأنيب بين هلالين لكم. خبرينا عن هاللقاء. اوكي، يعني هدول كل اللي قلتيهم ما صار شيء منهم، يعني بس تيعرفوا المشاهدين. اول شيء انا اعتقد اليوم في المبادره الفرنسيه هي الاساس، اوكي، والامريكيين مثل ما قلنا هلا فايتين بانتخابات رئاسيه، ما عندهم شيء جديد يعطوا غير انه هن المبادره تبعيتهم اللي هي الضغط ماكسيموم بريشر على ايران وحلفاء ايران لانه يوصل على اللي بده اياه. اوكي، بهيدي الفتره ثلاث شهور اللي صارت عم بيعطوا باس للفرنسيين كفوا بشغلهم تيشوفوا اذا بينجحوا بلا ما يعرقلوهم، ولكن مش مفعوطين فيها للمبادره. اوكي، سو هو بذات الوقت جاي تيقول انه نحن الامريكيين موجودين. ما تنسى الامريكيين بيدعموا كثير اللبنانيين، من الجيش اللبناني لا كمان لا عبر اليو اس ايد لجمعيه. ليش التقاكم لقيكم؟ يعني ما في مصلحه في كونتكست. يعني انا بعتبر انه شو بده يجي يقول لهم للسياسي؟ ما خلص ماكرون قال لهم، هو ما عنده شيء اضافي يقول لهم اياه. ولكن انا اعتقد انه عم بيشوفوا الامريكيين، طيب شو اللي عم بيصير؟ شو هي القراءه؟ اوكي، في ماكرون مستلم هلا الطبقه السياسيه، شو العالم الثاني الثوار واتسترا، لانه ولا مره شايفهم هو للثوار. وبالنتيجه نحن اللقاء اللي صار مع هالمجموعات اكيد ولا مره، ايه عن جد ولا مره، لانه نحن في كثير مجموعات تنسق مع شوفي السفاره الامريكيه. انا ما عم تساليني، انا انا اللقاء اللي كنت فيه اللي كنا نحن خمس مجموعات، اول مره بنلتقى بديفيد شنكر، كان لقاء تعارفي. اوكي، مشان هيك كل واحد خبر انه هو لمين بينتمي، لاي مجموعه، وشو تطلعاتنا، شو راينا بحكومه مصطفى قدير، وشو كمان تطلعاتنا لبعدين، واذا نحن كيف بدنا نخوض الانتخابات النيابيه. هذا الحديث اللي صار، هو كان مستمع وكان عم يتفاعل. اوكي، مش انا سالته عن ترسيم الحدود، كان عنده رد لي على ترسيم الحدود، كان اخرين كمان بالحديث اللي صار. الاساس انه ما في حدا املى علينا شيء، لانه اذا املى علي شيء بعتقد يعني انا شوي اذكى من انه كنت خبي اللقاء، ما اقول لهم انه مش انه اطلع بالعلن وقول والله انا التقيت بشنكر. شو معناته هذا اللقاء؟ يعني ايه، لانه يعني مش قصه تخبيه. ايه لا لا لا، لانه لا هو لا على العكس تمام، هو على العكس تماما، انحكى انه اصر شنكر تنحط هيدي الصوره على موقع السفاره الامريكيه ببيروت على تويتر برساله لحلفائه. ما هو ما التقى السياسيين بيناتهم حلفاء الولايات المتحده تيوجه لهم رساله انه انتم ايامكم خلصت، اليوم بلشت ايام افريقيا آخرين. لا، هو بيعرفهم واكيد بيتواصل معهم، هن لانه قسمين. وقت اجى هالتقى بمجموعه من السياسيين، هو اجى التقى بمجموعه من الصور، يعني هو جاي، يا ستنا هو جاي انه تعارف مين هدول العالم اللي عم يضلوا على الطريق. كان مبسوط؟ لا، ليش؟ هو ما عنده اكسبكتيشنز، هو جاي يتعرف. ليه حكي عن الاعداد؟ ما حكي عن العديد، ما حكي شيء، يعني ما بعرف من وين طلعوا هالاخبار. يعني هو اللي صار انه صار يسال انه هل انتم مجموعات افراد، انتم شو؟ ما دعاكم يكون عندكم رؤيه موحده لانكم هلا مشرزمين، ما قالكم انه نوعا ما بلشتوا بعدد اكبر، اليوم تضعضعتوا وصار العدد قليل بالشارع، ما كان عندهم هيدي الاسئله. سال انه كيف رح يكون اذا في جبهه وحده او ما في جبهه وحده، هدول الاسئله يعني الواحد بيسالهم. لقلك انا بعتقد بقراءه السياسيه شو بدي باللقاء شو لحظه ما ايه شو خصه فينا ما هيك هو شو دخله يوجهكم ويعطيكم ماش توجيه اذا ممكن خلينا نكون كثير دقيقين لانه انا كثير بهمني يعني شو بيفرق عن غازي كنعان اعطيني الصوره رح اقول لك شو بيفرق انا اللي بهمني كثير انه نحن لقاء كان هيدا نعرف فيه يمكن كان في لقاءات اخرى ما انعرفت فيها ولكن كثير مهم الشفافيه بهالامور لانه نحن ما عندنا شيء مخبى انا شخصيا ما عندي شيء مخبى وقت الادريان دعانا رحنا ليه ما صارت الازمه على الادريان لانه هلا ماشيين ماشي حالنا مع لودريان، لودريان دعانا قلنا ذات الشيء انا شخصيا قلت له اللي بجرب المجرب عقله مخرب من الاخر، يعني هيدي مبادرتك بكل احترامي للفرنسيين اكيد يمكن عندهم هن ورقه عقوبات والى ما هنالك بدهم يضغطوا وبدهم يجيبوا كل المصريات مثل ما صرنا عارفين وعم بيعملوا هن التدقيق، مش هيدا التدقيق تبعنا اللي ما بعرف شو هو المنقوص، في تدقيق حقيقي عم بيصير من قبل الفرنسيين وراح يجيبوا الاموال اللي طلعت لبرا. اللقاءات هيدي لانه نحن حركه سياسيه يا ستي،
ما بقى تقولوا لي مجتمع مدني، نحن حركة سياسية مثل ما قلت بأول الحديث، هدفنا إنه نعمل انتخابات نيابية ونوصل على. طيب وليش الصدفة؟ ليش الصدفة إنه من بعد هذا اللقاء بيطلعوا بعض المجموعات وبيقولوا نحن انسحبنا من الشارع تحت حجة إنه في أعمال شغب، وهي أعمال الشغب صارت في بالشارع من 9 أشهر؟ صراحة قليك تفضلي بتصور فيه لأنه مجموعات بعدها شوية بريئة بالسياسة، يعني اخذي هيدا الموقف، ولكن مش فهمانة إنه التوقيت هيك رح ينقرأ. أوف بريئة بالسياسة هالمجموعات اللي عملت حملات وصولات وجولات من 17 تشرين لليوم بريئة بالسياسة؟ أنا عم تحسسيني إني أنا بريئة هلا؟ أنا عم بقول لك بكل شفافية وما بعرف شو رح تكون عقبة هالكلام، يعني شو الكونسيكونس تبع هالكلام. نحن بدي أقول لك بكل صدق، يعني دائما وأنا مصرة على الصدق وعلى الشفافية لأنه هيدا أهم شيء بكل شيء. نحن ولا مستحية إنه التقيت بديفيد شانكر، بده يتعرف يشوف شو هالموجود، لأنه أعتقد اليوم هن مش عارفين شو لازم يدعموا أي توجه. بيعملوا انتخابات ما بيصير في انتخابات بلبنان عن جد مش عارفين؟ لا عن جد. بس سؤال، أنت بينك وبين حالك معتقد الأمريكان لليوم مش عارفين مع مين بده يتواصلوا لبنان ومين بده يتعامل؟ لا مش مع مين بدهم يتواصلوا. انا ما حدا بيقول لي انا اذا بدي انزل على الانتخابات او لا. انا اذا بشوف كمجموعه او انا بدي انزل على الانتخابات بنزل، بس هن اليوم في مصارف بين الفرنسيين والامريكيين، في تقاطع واوقات في اختلاف، ما بدهم ياخذوا، هن ما بدهم يعرفوا الامريكان اذا بيدعموا اذا اللبنانيين يصير انتخابات او لا. ما نحن مدخلينهم كلهم بالسياسه عنا، نحن النظام مدخل الكل، مدخل الكل، مش تارك حدا، مش مدخله بقراراتنا، مش نحن بنقعد ننطر انتخابات امريكيه تنعرف شو بده يصير هون، نقعد الفرنساوي، نحن نظامنا حضراتكم يعني مدخلين السياسيين. لقاء تعارفي لا أمل علينا ولا أي شيء. كل اللي ما أنا أكل جواب إنو... معلك واضح إنه ما كتير أنا عارف. ليش طيب شو أنت توقعت عم بيجي لنا؟ شو هدف كان اللقاء برأيك؟ بس أنا عم بقول لقاء تعارفي. وإلى أي مدى في تنسيق أمريكي فرنسي ولا لا واصلين إلى سياسة الجزرة والعصا؟ بالنسبة لي ثورة شباب بتذكرني بالتسعينات لما كنا عم ننتفض على وجود أجنبي غريب موجود ببلدنا. أوقات كتير وقتا كنتوا بفرنسا لمين لجأتوا؟ أوقات كتير. لا أنا بحكي عن خلينا معاليك. أنا ما كان بدي إحصى بس مش لمين لجأوا؟ مش كان في مش وقتا كانوا بباريس؟ نعم. أوكي مش الطيار اشتغل مع الأمريكيين مشان إنه نوصل على خروج السوريين من لبنان؟ اشتغلنا على قانون ينحط بالكونغرس الأمريكاني تنوصل لنتيجة طيب لبنان. طيب بس أنا ما اشتغلت على ولا قانون مع ديفيد شانكر. نحن حركة سياسية واجبنا نتواصل مع الجميع لأنه نحن عم نوصل صوتنا عشو؟ أنا على مشكل داخلي. انتوا عم تتواصلوا مع دولة عم بتقولوا لها ساعدونا تنخلص من هيدا الطعم اللبناني الموجود بلبنان تنجي نحن مطرحه. ابدا ابدا ابدا. انا بالقليل انا اللي قلت له لازم نحن وكل العالم تدعم الديمقراطية في البلاد ويصير في انتخابات بوقتها، وهيدا اللي انا قلته. معليك صدقني لا هيدا التوجه كان. انا عم بقول انه هيدا المشهد لازم نقله للامريكيين ولا الفرنسيين باللقاء مع الامريكاني بيشبه المشهد اللي كان ينعمل باللقاء مع السوري. انا بدي منك كان يطلع اي انسان حاسس حاله ضعيف بمنطقته عند غازي كنعان يقول له ساعدني بمنطقتي على الثاني وانا بعمل اقرب لك من هيدا. انا مع انه لا نحن ثوره حقيقيه نقنع الناس بخطابنا، هيدي السلطة فاسدة، بكرة بنروح على انتخابات، إذا الناس مقتنعة إنه فعلاً هيدي الثورة رح توصلهم لنتيجة أفضل، بتروح بتصوت لها بالصندوق. وهذا وقتنا خلص. بدون ما دخل لا الأمريكاني ولا الفرنساوي ولا الإيراني ولا السوري ولا السعودي ولا كلياتهم. نحن أكثر هلا هذا لقاء التعارف. معاليك أنتوا وقتها كنتوا بباريس رحتوا تحالفتوا مع الأمريكي لأنه حسيتوا كان في لخروج الاحتلال السوري. انا اليوم التقيت بديفيد شانكر ما عم طلبت منه شيء، قلت له نحن بدنا نحافظ على الديمقراطيه. عم بوجه حديثي لك انت، عم بوجه حديثي لعدد اكبر من الموجودين اللي بيطرحوا دائما مواضيع هي
انه قوم تقعد مطرحك، انه انتم بدكم تساعدونا اذا بدكم تشيلوا هيدي السلطه. نحن ما بدنا الدعم الامريكي ولا الدعم الفرنسي يحطنا محل. نحن اليوم هيدا الدعم رح يجي بدون شروط؟ معليك ما في دعم جاي، ما هيدا كله اخترعوه بالاعلام لانه متعودين هن. نحن كل اللي بدنا اياه انه الشعب اللبناني يقتنع فينا. انا ما بيهمني اذا الامريكي اقتنع فيه او الفرنسي اقتنع فيه، انا بتواصل معه نعم لانه علينا نتواصل، ما فينا كمان نتقوقع لوحدنا نبقى. انا اذا اجى الايراني وقلتها على كذا مره، اذا اجى هلا الايراني اليوم يتفضل عبر الاو تي في، يمكن عم يحضر السفير الايراني، بده الايراني يتعرف علينا يعرف شو الامريكي بيحضر كمان. كمان الامريكي شفناه للامريكي، بس انه عم نقول اذا الايراني بده يجي اهلا وسهلا، انا ما عندي شيء مخبأ زين بيجي بس صندوق الاقتراع. انتوا افضل من بعض السياسيين اللي راحوا بسيارات مموهه تيفوتوا على السفاره يلتقوا بال، ما بعرف انا كل شيء بعمله بالشفافيه. صندوق الاقتراع نحن خلص وقتنا، بس بدي اختم معكم بسؤال. خلص وقتنا بس بدي اختم سؤال جواب سريع، جواب سريع ذات الموضوع. التدقيق الجنائي رح يقطع ولا رح يتفخخ كل مره مثل ما عم بيصير اليوم؟ هو قطع، هو انمضى وقطع، بس اللي صار انه قطع في بعض الملاحظات كانت محطوطه ما انحطت. هلا لانه انمضى ما بقى فيكي ترجع تغيري فيه. نعم. اللي صار انه اليوم بالحديث مع رئيس الجمهوريه تعهد وزير الماليه بانه هيدي الملاحظات اللي واضعها كان رئيس الجمهوريه رح تكون بحث بين وزارة المالية والشركة المدققة، ورح تفرض عليها أنه تمشي فيها للملاحظات باتفاق بين وزارة المالية. يعني لن تسمحوا بإفراغه من مضمونه؟ لا، ما لح ولا بأي شكل من مضمونه. وزيادة على هيك لح تكون لجنة يعني الرئيس جوال فواز رح تكون من ضمن الأشخاص اللي رح يراقبوا العمل اللي بده يصير من قبل هذه الشركة، وهذا شيء بيطمن. يعني آخر سؤال لإلك بالتدقيق، بالتدقيق الجنائي ليش ما شفناكم ولو أنتم اللي نزلتوا على الشارع لا محاربة الفساد وبدنا نكشف الفاسدين؟ طبعاً ليه ما شفناكم إلى جنب وليد جملات هذيك اليوم بيقول شغل هو ما عنده ثقة يرجع مصرياته على لبنان لأنه الطقم السياسي مش ليه ما شفناكم الى جانب العماد عون بهذه القصه؟ اول شيء انا عندي تحفظ انه حكومه تصريف اعمال تمضي على هيك شيء اساسي، وهذا بدل انه في خوف من المستلمين وزاره الماليه انه يمكن يجي وزير مش من الطقم اللي مستلم الوزاره، ويمكن ما يصير في امضاء على هدول الشروط اللي عم ينحكى عنها، لانه اساسي انه نحن ما بنعرف شو الشروط. عم ينحكى عنها بالاعلام مثل ما عم ينحكى على ديفيد شانكر، كانه قاعدين معنا كانوا اللي عم يكتبوا واللي مش مزبوط. وبالتالي اذا ما في نص بايدنا ما فينا نعرف شو عم نحكي، كله بالاعلام عم يصير. ولكن انا كنت مش مع انه حكومه تصريف اعمال بدها تروح وبدها تيجي حكومه كتير شفافة وبتجنن وطازة مش مايكروويف، انه كان فينا نتركها لإلها تتجي، لأنه بدها تتشكل هلا بسرعة. بيقولوا ليه الإصرار؟ ومع كل الحكي اللي عم بيحكي ما بيطمن. ولكن انا اعتقد مما عم بفهمه انه في شيء ثاني حقيقي جنائي عم بيصير برات هيدا برات هون، يعني من قبل الفرنسيين. صارت واضحة لأنه كل الأموال اللي بدها ترجع، صارت موجودة، بدها ترجع الأموال لأنه صار في تراكينج ومعروف وين هي الأموال بدها ترجع. مش هيك أنا بتصور ما كان وقتها هلا إنه يصير أمضى على هيدا الشيء، ومثل ما عم ينحكى إنه يمكن يكون مفرغين من المحتوى، لأنه دائما هلا كل الحلقة عم تقولين وناطرين الخارج، طلعتوا أنتم كمان ناطرين الخارج بالتدقيق ومش واثقين بالتدقيق المحلي. على كل حال هن فوتونا إياهم، صاروا لاعبين أساسيين يعني الفرنسي على حضوركم دون. معنا شكرا كثير لكم. للاسف خلص وقتنا، كان في كثير ملفات حابين نحكي فيها، بس بدي اشير بالختام الى انه يبدو في اشتباك بالطريق الجديده. المعلومات الاوليه تتحدث انه الاشتباك عم بيصير بين مناصرين سعد الحريري ومناصرين لبهاء. مش اول مره، هذه ثالث مره بعتقد. طبعا هذه المعلومات يعني الصحفيه نحن ما عم نتبناها ولكن عم ننقلها. شكرا لك الوزير السابق غسان عطله، الناشطه السياسيه السيده لوري هايتيان، اهلا وسهلا فيك مشاهدينا.